أول شيء أرحب بمنظمة الانتربول، وأنا اطلعت على عملية الشاهين من خلال ما تم من دراسته من الجهات الوطنية المشاركة في عمليتكم هذه، ونحن مؤيدين وداعمين لمجهوداتكم في مكافحة المواد المقلدة والضارة في المجتمع القطري من ناحية الصحية وخلافه. فمستعدين لتقديم كل احتياجاتكم من دعم ومساعدة وإصدار تصاريح، كما أن احنا كنا من المؤيدين ومن طرح موضوع النشرة البنفسجية. فنتمنى إن شاء الله إذا كان هناك في أي تعاون مستقبلي ما بين دولة قطر والمنظمة الدولية وباقي الدول في عمليات مشتركة نقوم بها معهم لمكافحة المواد المقلدة وحماية الملكية الفكرية. دولة قطر دائما ووزارة الداخلية داعمة لمنظمة انتربول وتقدم أي مساعدة يطلب منها. والله أنتوا الآن أجريتوا عملية من كم يوم، واليوم تجرون عملية ثانية، فدولة قطر تنظر أو تطلع على موضوع حماية المجتمع من هذه المواد الضارة المقلدة. يعني أعطيك مثال اللي هو قطع القيار الموجودة، هذه تضر في عملية قيادة المركبة من ناحية السلامة، فاستخدامها قد يسبب حوادث كبيرة. كذلك باقي المواد قد تضر بالصحة وبأمور أخرى. فنحن نحمي المجتمع القطري ومستعدين بالتعاون مستقبلا إن شاء الله مع منظمة التربول في مكافحة هذا القش وهذه النوعية من التقليد مع باقي دول العالم.